عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، هل بتتغيروا كرمال أشخاص تانيين ولا بتحافظوا على الأمور اللي أنتم عودين عليها؟ ودايما أهم شيء الشكل يلي ربنا أعطانا إياه والشخصية اللي ربنا أعطانا إياها اللي بننفرد فيها، أنه نضل ونشتغل لأنه نتميز فيها، لأنه المطلوب الاختلاف ومطلوب تقبل الآخر مثل ما هو. ضيفتي بالاستوديو الفنانة التشكيلية عفاف هنود صادر، تخرجت عفاف من أكاديمية مايكل أنجلو للفنون الجميلة، وهي عضو بجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت، بعد ما خاضت تجارب بمجالات مختلفة، الرسم التوضيحي وتشكيل الجص وزخرفة أوراق الذهب، وبصورة خاصة بلاك كتاب النبي لجبران خلال جبران الحصل على جائزة لندن العالمية. حصل اهتمامها بالرسم بأوائل التسعينيات برصيدها بعض المعارض الفردية والكثير من المشاركات بمعارض جماعية ببيروت والعاصمة الفرنسية. كانت آخرها عام 2015 بصالة واغرام بباريس، كما أسست عام 99 معرض صادر للفن والثقافة صادر دار كولتور، وقامت بإدارته لغاية عام 2006. أهلا وسهلا فيك عفاف، يعطيك ألف عافية. يعني واضح أنه في مجموعة كبيرة برصيدك من المعارض واللوحات والأفكار، واشتغلت كمان بعدة مجالات، يعني مش بس بمجال واحد، وعدة ماتيريالز مثل ما بيقولوا. أول شيء خبرينا عنك عفاف بعد اللي أنا قلته، يعني أنت من وين بتبلشي ولوين بتروحي بلوحاتك؟ بدايتي كانت أنا عشت بالجبل عند بيت ستة، بيت عتيق، نعم، وحوالي جنينات. تأثرت الطبيعة بالطبيعة بالألوان، ومن ثم انتقلت للرسم الكلاسيكي اللي هو مدرسي، نعم، بعدين للرسم التعبيري، بعدين للرسم التجريدي. هلأ معرضي حاليا بيحكي عن نوافذ على الأمل، اللي هي أنا معارضي السابقة كانت أو رحيل، كانت تقريبا لوحات صامتة بتحكي عن الرحيل والألم والغضب. إلى من خلال من سنتين ثلاثة شفت أنه خلص، يعني يا بدنا نضل بهالبلد أو بدنا نفل، فنحن مقررين انه نضل ومتشبسين بارضنا وباقيين بهالبلد. صحيح. فمن انطلاقا من هون كان معرضي نوافذ على الامل. فنتر سور لسبوار اللي هيدا حاليا، يعني اللي هلا حاليا بجالوري اكزود. اكزود اكزود اكثر، يعني عده مجموعه كبيره من اللوحات، وافذ عنا بعض الصور نقدر نمرقها ونشوف. يعني هل انت بتركزي على البيزاج بكل شيء ولا لا تنوعي؟ مش بيزاج، انا افكاري، انا هو افكاري مخيلتي، نعم، بظهرها على اللوحه ومن اللوحه بنقلها للواقع، بس هي فكره تجسيد لفكره لموقف، نعم، بيطلع على الورق. من وين بتطلع معك الفكره؟ بتطلع معك من الطفوله؟ بتطلع معك من حالي هلا عم تعيشيها؟ من شيء شفتي قدامك؟ هي بتطلع من حالي عم نعيشها طبيعي هلا، نعم. الوضع الراهن يعني ما بيشجعك انه انت كتير تكون عن تحكي عن اشياء حلوه، بس بالسبكونسيان تبعي قررت انه انا لازم احكي عن اشياء الحلوه، لانه في جهه حلوه بحياتنا، في ايجابي وفي سلبي، نعم. فليه ما بدنا نطلع للايجابي؟ ليه بدنا دائما نطلع على السلبي؟ وبما انه نحن الشعب اللبناني تعودنا عن نق مثل ما بيقولوا، نعم، فافضل تكون نظرتنا للاشياء الايجابيه، والفن هو رساله تهدف لنشر الثقافة وخدمة المجتمع وتهذيب أخلاقنا. والإنسان يعني بيطمح هو رقي، الفن هو رقي وصمود تفكيريا وثقافيا. صحيح. وبما أنه لازم ننشر الفن أكثر بمجتمعاتنا تيصير مجتمع متصالح مع ذاته، نعم، وتنعطي فكرة حلوة راقية لبلاد. طبعا في لوحات يعني مع رسامين عالميين ورسامين محليين ورسامين شاطرين كمان، أنه يمكن فيها عنف أو فيها قتل أو فيها إجرام أو فيها دم أو فيها، ولكن هي من خلالها بيكون في رسالة معينة عم توصل للسلام ولا محو العنف ومحو الحروب إلى آخره. يعني بس قديش اللوحة بس يكون فيها أمل ممكن تكون رسالتها أوسع وتوصل أسرع؟ صحيح، تصديقا لكلامك، أنا كانت أعمالي كلها تحكي قلت لك عن الألم والغضب والحزن، نعم، يمكن وصلت لبعض الناس، بس الأمل بيوصل بالفرح أكثر، يعني نهار جديد، نهار مشرق، أيام حلوة، تفاؤلوا بالخير تجدوه مثل ما بيقول المثل. يعني وتكون لوحة قدامنا كل نهار بالصالون او بأوضة النوم او بالكوريدور يعني او ببيتنا، يعني محطوطة عم نشوفها باستمرار، لازم تحمل شو؟ مش لازم تحمل الألم والإيجابية؟ لازم تحمل الإيجابية ولازم تحمل الفرح ولازم تحمل جمال
بدها جمالية كمان، في جمالية بالأعمال. نعم. اللوحة اللي فيها عنف وفيها ألم، أنا عندي لوحات فيهم عنف وفيهم ألم، هلأ بتطلع فيهم بشوف أنه يعني أوقات بيخدشوا النظر، بيخدشوا النظر أوقات، بياخدشوا النظر. أكيد. طيب بتتركي للكليان أو للشخص المحب لوحتك هو يفسرها مثل ما بده، ولا بتفضلي يفسرها مثل ما أنت حسيتيها ورسمتيها؟ لا، هو يفسرها مثل ما بده، لأنه أنا بهمني وصل رسالة انطلاقا من كل شخص، هو بحسب مثل ما بده بشوفها. أنا هلأ إذا طلب مني تفسير أكيد فسر، بتفسري وجهة نظرك أنت وجهة رسمتيها. نظري أنا. نعم. بس إذا هو في ناس هي بتحب، في كتير رواد وزوار بيجوا بيحبوا هني يحللوا اللوحة. نعم. ويوصلوا لمحل يقولوا لك هون حلو وهون مش حلو. نعم. وفي نقد، يعني بيكون في نقد بناء أوقات. عم نشوف قدامنا هلأ فناتر سور لسبوار لعفاف هنود صادر بجاليري إكزود بالأشرفية. إذا بدنا نحكي عفاف شوي عن اللوحات، ليش مش ورا كل لوحة في قصة مكتوبة بتكون لتسهلي للمحب اللوحة انه يكون عارف القصة وحافظها وانت شو قصدك فيها، غير هو تركيزه او يعني في فنانين بحطوا بقفل لوحة، في منهم هيك مثل تعريف صغير على اللوحة. انا ما حبيت اتأثر على المشاهد. نعم. تركت له العينين لأفكاره وهو مثل ما بده يشرحها. نعم. أنا موضوعي موجود وجربت طلعه على الورق وعلى على على الطوال، بس أفضل هو. نعم. الإنسان يحلل. وكأنه الأمل عندك، بنشوف باللوحات أنه في شيء، يعني في شجرة، في إنسان، في كمان أبستري، مش كله. أنا رسمي هو تجريدي مع تعبيري. نعم. يعني مزيج من الرسم التعبيري مع الفن التشكيلي، لأنه دايما بحس أنه في هيدي كريدو فام. نعم. كمان اتطرقت بمواضيع للمرأة، لأنه المرأة كمان في بلبنان مرأة معنفة. صحيح. وفي مرأة بعد ما حصلت على حقوقها كاملة، ولأنه مش عم نحكي عن شريحة من المجتمع، مش كل المجتمع أكيد. نعم. وكمان بلوحاتي في كتير مربعات. المربع أنا لإلي هو أنه نحن عايشين ضمن مربع هلأ، التلفزيون، الراديو، اللابتوب، الأوضة، الأسانسور، السيارة. صحيح. منشان هيك ما عم نطلق العينين لأفكارنا لتخيلاتنا. فبيسألوني بيقولوا لي طيب هالجان منن مهتمين كتير بالفن، بقول لهم طيب هالجان كيف بده يهتم بالفن إذا هو ضمن مربع عايشينه. نعم. طيب عفاف، اللي عم نشوفه قدامنا مجموعة كبيرة من اللوحات، يعني تقريبا بتضم المعرض كم لوحة؟ 26 عمال. نعم. بإكزود، هي بتفتح إكزود يوميا من 11 للستة، ونهار السبت من 3 للستة، حتى الناس اللي ما فيها تجي خلال الأسبوع، هي من الأسبوع يكون عندها فرصة السبت. اللوحات موجودين هونيك، موجودين اللي بنبيعوا بيتاخذوا ولا بيضلوا موجودين؟ لا، بيضلوا موجودين ليخلص المعرض. ليخلص المعرض. مستمر لأيمتى المعرض؟ مستمر المعرض ل 26 الشهر. نعم. 26 نوفمبر. 26 نوفمبر بنتأمل انه يصير في حضور، مع كون بالافتتاح كان في حضور كثير. نعم. وبعده الشعب اللبناني برغم الظروف الصعبه اللي مارقين فيها والظروف الاقتصاديه القاسيه، بعده لو بيجي وبيطلع بالعمل وبيعجبه العمل وفي. نعم. اعجاب، رغم انه مش قادر ماديا يقدر يحصل على لوحه. نعم. بس برضه عم بيقدر، وهي نحن انا يعني هي نظره مهمه كثير، ومن خلال شاشة التلفزيون مستقبل. نعم. بتوجه لوزارة الثقافة اللي هي شوي تنظر بوضع الفنان أكثر من. نعم. هيك تشجعه، لأنه بلد هو الوجه الحضاري والمشرق للبلد، يعني ضروري. نعم. الفن يضلوا بطليعة. أكيد أكيد. قد أخذ معك وقت تحضير 26 لوحة؟ 27 لوحة. أنا قبل 3 سنين كان وضعي إلى حد ما مأساوي، يعني كنت عايشة باكتئاب، بأزمة نفسية. نعم. بس من 3 سنين لهلأ أخذت قرار وغيرت. برافو. مساري. هيدا المطلوب. وغيرت مساري نحو الأمل ونحو النهار مشرق جديد. وكان النيو بورن أو ولادة هالمعرض. صحيح. من خلال الأمل اللي أنت أخذتيه على عاتقك، هيدا بدعي عليك اليوم أنا بعلم صباح، إنه الإنسان عطول يضل عنده أمل وعطول يطلع على الجانب الإيجابي من الحياة. أكيد. هيك أنت عملتي. خبرينا هيك، كيف نقلتي؟ كيف أخذتي هالقرار؟ ليش أخذتي هالقرار؟ أخذت القرار نحن لأنه خلال الأحداث وعشنا الحرب، يعني وعشنا. نعم. مقاس الحرب، كنا انه متأرجحين بين انه نفل ونضل. نعم. وجربنا نروح شوي ورحنا لبرا وشفنا
انه اللي برا بده يرجع واللي هون بده يفل، بس اللي بيروح بعيش شوي بشوف انه لا، لبنان بلد حلو. نعم. الشعب بعضه قريب على القلب، مهضوم، اذا حدا وقع بالارض. بس انت اخذت القرار لشيء شخصي، يعني تاخذي هيك قرار لانه انت قررتي تقلبي تغيري. انا قررت استمر بالحياه، يا بدي ضل بهالبلد يا بدي فل. قررت انه انا بدي ختير بهالبلد وبدي متشبسي بهالبلد وبدي ضل هون رغم كل الصعوبات. نعم. ما رح اترك لبنان. فانطلاقا من هون كان معرضي هيك، لانه اذا ما بتعيش هيك ما فيك تستمر. حياه احلى بدك هلا تفل لألك. بكتير اكيد احلى، من مبين من لوحاتي الوانها، مزج الالوان مع بعضها كانت اول شيء. اعمالي كلها اشخاص فالي. نعم. اشخاص كئيبه، اشخاص متعذبه نفسيا. يعني هل الفنان اللي عنده كآبة وعنده يعني شويه سلبيات بحياته وعم بيرسم بيجيب لعنده الاشخاص اللي مثله؟ مش ضروري، بس يعني انا بفلسفتي انه مش لازم نجرح وتر الكمانجة تظهر الصوت. نعم. بيسوى نظهر الصوت بدون ما نجرحها. نعم. فانطلاقا من هون كان هيدا هو المعرض. انا بتمنى لك توفيق عفاف. مش عم بذكر انه معرضك مستمر ل 26 شهر بجاليري اكزود، بيفتح كل يوم من 11 لل 6 ونهار السبت من 3 لل 6. ل 27 28 لوحه موجودين داخل هالجاليري، عن جد غايه من الروعه، وكل وحده بتمثل امل معين، لانه عنوان المعرض هو فنات سور لسبوار او نوافذ على الامل. عفاف هنود صادر طبعا رسامي معروف، وبتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى انه الاستمراريه لك ويكون وضع الفنان افضل وافضل بلبنان، كان من جانب وزاره الثقافه ام من جوانب اخرى، ان يكون الفنان قادر يكفي حاله، هي اهم شيء كمان. انا ميرسي، بتشكرك وبتشكر تلفزيون مستقبل على الاستضافه، وان شاء الله بتضلكم بهالنشاط وبتضووا على تضلوا لبنان مشرق وبطليعه البلاد. ثانك يو. ثانك يو عفاف. لكن المشاهدين احنا مستمرين معكم، ما تروحوا لمطرح بريك ونرجع للمتابعه مع يور كومنتس على قصه هل بتتغيروا كرمال حدا اخر او لا.